بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، أخوكم أبو يحيى من قناة كاب تيوب في فيديو سريع. كما تشاهدون، يعني إصدار مميز من شركة أوكاب الألمانية، يأتي في شكل مسدس. هذا هو الشكل، طبعا الإصدار معدني بالكامل. الحجم صغير، هذا هو الحجم، يعني بالمسكة اليد يظهر بحجم صغير. إذن عند التدقيق نرى أنه مسدس ريفولفر أو الطاحونة كما يسمى في العربي. المسامير أصلية ولم تعدل. طبعا هذا هو الختم بشكل واضح. في الجهة الأخرى أيضا شكل المسدس واضح، في آثار من الصدأ. طبعا السكين قديمة كما تعلمون من شركة الأوكابي الألمانية. نحاول نفتحها هسا. طبعا هي بحاجة ل مثلا VD40. السكين عند فتحها تكون بهذا الشكل، يعني الواحد يمسكها هكذا. طبعا هي تحاكي المسدس. تعتبر بالنسبة لي سكين ميدالية بسبب حجمها الصغير. الشكل الكلي هذا هو، كما قلت إصدار معدني بالكامل. وهذا هو الختم، إن شاء الله يكون واضح. هاي ختم حفر وكابي made in Germany. السكين تعتبر نادرة، يعني والله بحثت كثيرا ولم أجد غيرها، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عندكم أي تعليق اكتبونا تعليقات بالله، وإذا عجبكم الفيديو لايك شير وسبسكرايب. أخوكم أبو يحيى من قناة أوكابي تيوب. السلام عليكم.